الكتاب الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، درس أو الموضوع التنفس، الحصة ما هي مكونات الوجبة الغذائية المتوازنة، الصفحة 16. إذن عندنا الصفحة 16، ما مكونات الوجبة الغذائية المتوازنة؟ Quels sont les constituants d'un repas équilibré? Un repas équilibré, équilibré معناه متوازنة. Les constituants معناه مكونات. إذن الهدف التعلمي أتعرف النظام الغذائي المتوازن. Donc j'identifie, maintenant j'attends, le régime alimentaire équilibré. Le régime alimentaire n'est dans le ridaï. Équilibré, al mutawazin. En tout cas. Voilà, il y a des sourates qui ont été faites par la radio tardive. Voilà, il y a des sourates. الصورة الأولى نلاحظ أن هناك طفل ضعيف يعاني من سوء التغذية، وبالمقابل في الصورة التالية طفل ضخم هذا يعاني أيضا له سمنة، يعاني من سمنة. إذن هذا ناتج عن إفراط في التغذية. إذن أتساءل، ما هي الأغذية التي يجب أن أتناولها لتكون تغذيتي متوازنة؟ إذن باش أن تكون لا إفراط ولا تفريط، بمعنى أن لا أكون نحيفا وأن لا أكون ضخما، لا تكون ضخما بهذا الشكل. إذن ما هي الأغذية التي يجب أن أتناولها؟ أفترض أتناول أغذية متنوعة وبكمية متوازنة. إذن أختبر، أقرأ الوثيقة التالية ثم أستثمرها. تشكل المجموعات الغذائية السبع هرما غذائيا. هذه هي المجموعات الغذائية، هذه تشكل هرم غذائي، هرما غذائي. نلاحظ في أسفل الهرم هناك أغذية أشرب الماء بكثرة، ثم أعلى منها في الهرم الثاني في الطبق الثاني أتناوله عدة مرات في اليوم. شو هو الذي أتناوله؟ الخبز، البطاطس. وفي الطبق الثالث أتناوله على الأقل مرة في اليوم. هي التي أتناولها مرة في اليوم هي الخضر والفواكه، لأن لاحظوا هنا البنان من الفواكه. في الهرم في رابعا في الطبق الرابع أتناولها يوميا، وجبات أتناولها يوميا، مثلا جبن، اليوغورت، الحليب. هذه في الطبق الخامس أتناولها مرة واحدة في اليوم، هي اللحوم، الدجاج، اللحوم، البيض. ثم في الطبق السادس أتناولها أحيانا، وهي الزيت والزبدة. وفي أعلى الهرم أتناولها أحيانا، هذه السكريات.
إذن للحصول على تغذية متوازنة، ينصح خبراء التغذية أن أتناول يوميا على الأقل غذاء من كل طبق من الهرم، أن يكون غذاء فيه هذه السبعة الأنواع على الأقل مرة واحدة في اليوم. تكون الكمية المختارة من الطوابق السفلية كبيرة، وفيها الطبق يجب أن تكون هذه الأغذية اللي في الطبق الأسفل، في طبقات الأسفل تكون كثيرة. أكمل وجبات الفطور والغداء والعشاء لتصبح متوازنة. أكمل وجبات الفطور والغداء والعشاء لتصبح متوازنة. مثلا عندي الفطور خبز كامل، قطعة جبن، حليب. إذا ماذا ينقص؟ ماذا ينقص باش يكون غداء متوازن؟ تنقص الفاكهة. الغداء أتناول معكرونة، سلطة خضر، الفاكهة. إذن ماذا ينقص لكي يكون الغداء وجبة، تكون الوجبة وجبة غذائية كاملة؟ إذن تنقص لحوم أو بدائلها. العشاء خبز كامل، ياغورت، زيتون. إذن العشاء ماذا ينقص أيضا؟ تنقصه الحساء أو والخضار. أستخلص، أملأ الفراغات بما يناسب، مرة متوازنة أحيانا يوم. لتكون التغذية يجب تناول، لتكون التغذية نكمل متوازنة، يجب تناول الفواكه والخضر ومنتجات الحليب والنشويات في كل مدى، في كل يوم. اللحوم أو الأسماك أو البيض هذه أتناول واحدة في اليوم، إذن مرة واحدة في اليوم، نكتب مرة واحدة في اليوم. المواد الدهنية قليلة والمنتجات السكرية، المنتجات السكرية أحيانا مش دائما. أغني معجمي، سوء تغذية مال نوتريسيون، هرم غذائي، بيراميد أليمونتير بالفرنسية، تغذية متوازنة أليمونتاسيون إكيليبغي. أستثمر، دونك أن أنفون أ مانجي سيز أليمون أو بوتي ديجوني، إذا طفل أكل هذه الأغذية في البوتي ديجوني، في الفطور du pain, du beurre et du thé. Du pain, الخبز, du beurre, الزبدة والشاي, du thé. هذه تناولها في الفطور. إذن ce repas est-il équilibré؟ هذا الغداء هل هو متوازن؟ il est équilibré oui ou non؟ non. Donc كندير علامة على نو. بوكوا، لماذا؟ il faut les lipides, des protides, du sucre. Donc il faut du sucre, سكريات. ونأتي إلى نهاية صفحة 16، وشكرا ولا تنسوا الدعم